بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيلة متكاملة جامدين واسطورة، اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصورة. بدأنا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا المية الف وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتم شايفين يا ابطال، المفروض يا ابطال لعبه روبلوكس يا ابطال بتنزل كل شويه حاجات غريبه قوي بصراحه، والحاجات دي يا ابطال اللي بتنزل في الافاتار شوب الجديده دي عايز اقول لكم ان بجد اول مره اشوفها بعيني في لعبه روبلوكس. واكيد انتم برضك يا ابطال السكنات اللي بتظهر الجديده والايتيمات اللي هي حتى الصغيره خالص دي بتعمل فرق جدا في حسابات. سواء مثلا يا ابطال انا عرضت لك ايتم جامد وهو مش فري ومعرفناش نجيبه في اخر الحلقه يا ابطال، يعني بدون روبوكس او مجانا، فانت بطل ابطال لو معاك روبوكس يا بطل ابطال تشتريه بالطريقه بتاعتي طريقه روبوكس. ده لو انت عايز تفيدني يعني، اما لو مش عايز تفيدني اعمل باي عادي، اقصد يعني انك تشتري تدوس على باي وتشتري طبيعي. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ويلا بينا. اول حاجه يا ابطال كتبت اسم شين ساو، تمام؟ ما اعرفش انا نطقت كده بصح اسمها صح ولا ايه، ولكن لقيت ثلاثه يا ابطال شبه بعضيهم. هو يا ابطال اصلا السكن عامل عباره عن منشار، تمام؟ و صراحة حاجة جديدة، حاجة كده هي مخيفة شوية، ولكن ما اعرفش هل فعلا هتعجبك. او ماي جاد، شوفوا ابطال عاملة ازاي، خلينا نجرب دي لان هي دي على ما اعتقد الواقعية تقريبا، هي دي. اما نشوف هو ليه كلهم مش واقعيين ولا انا في ايه مش فاهم حاجة، ولكن لو كان شفت كده ابطال، تمام. او ماي جاد والله ابطال شكلها مخيف قوي، مش عارف بصراحه ابطال قال هي دي هي، ولكن هنا تقريبا متصور من الجنب، اما هنا يعني متصور من وش، ايوه من قدام يعني. هنا ابطال ب 60 روبوكس وهنا ب 60، وفين تاني؟ ايه ده ب 55، تفرق ايه؟ ولكن يا ابطال احنا النهارده مش عايزين نشتريها باي حاجه خالص، يعني بصوا احنا مش عايزين نجيب سيره روبوكس اصلا، ولكن عايزين يا ابطال النهارده نشتريها مجانا. يلا بينا نروح حالا على فين؟ ايوه التيك توك، ويلا بينا. بس قبل ما ابطال نروح على التيك توك يا ابطال، واضح كده ان هنا ابطال في حاجه اسمها كتالوج، حاجه اسمها كاتانا هيد، لان من الواضح يا ابطال ان الراس دي، او ماي جاد يا ابطال، الراس دي يا ابطال اصلا من سكن تاني زي ما انتم شايفين. ايه ده؟ ايه الهيد يا ابطال؟ حاجات غريبه قوي دي. خلينا ابطال مثلا نروح كده، ايوه هنا ندوس كده اما نشوف. ايه ده؟ طب ده معلش يا جماعه ده انمي، ايش دخل الانمي اصلا وش الانمي في ده؟ بصراحة ابطال الفيس بردك والحاجات دي ابطال هتشير جامد قوي الفترة الجاية، لان هي دي ابطال اللي هتكون الحياة الواقعية اصلا في لعبة روبلوكس. ولكن خلينا دلوقتي يا ابطال نروح على التيك توك. التيك توك يا ابطال زي ما انتم شايفين كتبت يا ابطال نفس اسم السكن، ولكن لقيت بنت يا ابطال منزلة. ايه ده؟ او ماي جاد والله خايف، بقول لكم يا جدعان ده انا هطلع من الفيديو. خلينا يا ابطال نشوف المقطع ده، المفروض اللي هو بيقول انا هاخد دي هيشتريها، ما اعرفش هو ايه ده. زي ما انتم شايفين يا ابطال اشتغل السكن ده ب 60 وب 5 روبوكس، والبنطلون ده ب 5 روبوكس، وحاجه كده ثانيه يا ابطال ب 60 روبوكس. او ماي جاد والله شكله سكن خيالي. لا 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 والله يا ابطال واضح كده يا ابطال السكن ده كله عامل 130 روبوكس بس، يعني فعلا يا ابطال حاجه رخيصه يعتبر يا ابطال، ولكن احنا عايزين نجيبها طيب مجانا يا جدعان، ازاي نجيبها مجانا؟ بجد يا ابطال السكن ممتاز قوي قوي قوي، شكله بصراحه يا ابطال حاجه بجد خيال جدا. خلينا يا ابطال نشوف كده، ايوه ايه ده بقى؟ ايوه نوقف كده، يوه ايه ده عملت لايك ليه؟ زي ما انتم شايفين يا ابطال الحمد لله قدرت اوقفها بصراحه، ولكن هي شكلها وشكل السكن كامل شكله خيالي بجد، عاش والله. الناس يا ابطال في الكومنتات مش فاهم منها اي حاجه بصراحه غير كلمه روبوكس 130، لان يا ابطال الناس روسيين اصلا ولا اجانب ولا حتى اي لغه ثانيه، ده مفيش اي عربي خالص، ولكن يا ابطال كل الناس بتقول لك ان التوتال يعني توتال السكن ده 130 روبوكس، وبصراحه السكن يستاهل وشكله فخم جدا. خلينا يا ابطال دلوقتي نطلع ونشوف فيديوهات ثانيه زي ما انتم شايفين. او ماي جاد ما تقوليش دي في الحياه الواقعيه، ثانيه هي دي اصلا يا ابطال متاخده من الحياه الواقعيه؟ هو مين ده اصلا يا ابطال الشخص اللي هيعمل حاجه زي كده بجد؟ يعني مين ده ابطال اللي عنده قناع زي كده؟ بصراحه ابطال حاجه مجنونه وغريبه قوي قوي قوي، من الواضح اصلا. او ماي جاد، هو بيقول لك نو روبلوكس. ثانية يا ابطال، هو فعلا في شخص زي ما انتم شايفين يا ابطال الفيديو، ايه ده؟ 6 مليون زي ما انتم شايفين يا ابطال، المفروض اللي هو عمل نفس السكين بتاعه. اوه لا 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 لا، شوفوا يا ابطال السكين بقى شكله عامل ازاي، حرفيا يا ابطال الحاجة دي بجد مشهورة قوي الأيام دي في لعبة روبلوكس، وبجد بجد أنا مش مصدق اللي أنا شايفه ده. يعتبر يا ابطال أنت لو عملت السكين ده يبقى شكلك زي ده، هيبقى رجل المنشار، ولكن ده يا ابطال مش رجل منشار ولا حاجة، ده راجل طبيعي جدا، ولكن المفروض كان يلبس
يعني لبسه مخيف شويه وبقى دم بقى وعلى رجله وما اعرفش ايه. وبصوا لازم يبقى شكله حاجه جامده جامده. ولكن يا ابطال احنا دلوقتي جبنا ثلاث حاجات زي ما انتم شايفين، جبنا ده وده وده يا ابطال. كل حاجه على ما اعتقد المفروض كله شبه بعضه بصراحه، انا شايف كده. ولكن على ما اعتقد يعني بصوا يا ابطال خلينا ندوس هنا تيكون زي ما انتم شايفين. دوسه دي يا ابطال شكلها عامل ازاي، ودي المفروض اللي هي دي اصلا يا ابطال تمام. وبصوا يا ابطال دي على ما اعتقد مش هي دي ولا هي دي، ولكن هي دي يا ابطال، هي دي يا ابطال بصراحه الاصليه تمام، وشكلها حلوه جدا. المفروض يا ابطال السكن ده نزل يوم 21/10 يعني يوم 21 اكتوبر اللي فات. ايوه من شهرين. خلونا يا ابطال نشوف مين الشخص اللي عامل السكن بجد بجد الحاجه جديده. ايه ده بيت سكويد؟ والله بصراحه ابطال شخص جديد وانا اول مره اشوفه بجد. ولكن يا ابطال من الواضح اللي هو شخص مشهور، عنده 75,000 عضو ابطال في الجروب بتاعه. يا سلام جايب 34,000 فولو يعني قريب مني. ولكن انا نفسي اخد يا جدعان شرط التوثيق دي بجد. انا زهقت بصراحه يا ابطال من كل شويه اقعد اعمل لكم فيديوهات عن شرط التوثيق وكل شويه اقول لكم ده توثق وده توثق وانا في الاخر مش بتوثق. ايه السبب والله بقى ما اعرفش. تحس ان لعبه روبلوكس بتوثق الاجانب وبس، ده حقيقي فعلا. المفروض يا ابطال لما جيت كتبت شين ساو هيد ما لقيتش بصراحه ابطال غير الثلاثه دول. ولكن يا ابطال انا عايزهم بقى فري، انا مش عايز الابطال بصراحه ان انا اشتريهم بروبوكس. ولكن المفروض يا بطل الابطال لو عاوزت انت في يوم من الايام تشتري اي حاجه فري تمام، ايه المفروض عند الحاجات اللي هنا تمام، ايه المفروض اللي انت بتيجي هنا مثلا تمام، المفروض بتقول له هنا انت هنا بيقول لك ايه، انت هنا دوست يا ابطال على البرايس اللي هو السعر، بتقول له اني برايس يعني بص يا باشا اي حاجه اي سعر ادهوني هتلاقيني اصلا معايا روبوكس. وطبعا الكلام ده للاغنياء وبس، اما ابطال الناس اللي زينا يعني فانا هدوس كده من صفر صفر برضك يعني هو انا عايزه صفر لصفر. ايه ده؟ يا لهوي على الصدمه، ده جاب لي ثلاثه بس كلهم هيد يا ابطال وشكلهم بيموت ضحك. صح يا ابطال هو التيك توك ما فادناش النهارده، ولكن هو فادنا في السكنات يعني. ده لو شخص يا ابطال عايز يشتريها ب 60 روبوكس بس يا ابطال مثلا، ده مع ده تمام واسمه هو يا ابطال فوق ومع ده، ويا سلام كمان بيقول لك ممكن تاخد ده. يا سلام السكن جامد قوي حرفيا. في فيديوين يا ابطال بجد شفناهم النهارده من احلى الفيديوين اللي هو اصلا لو انت فكرت يعني مثلا ابطال الفيديو ده والفيديو اللي فوقيه بصراحه الفيديوين دول فيديوين حلوين جدا 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 بجد للشخص اللي هو عايز اصلا يشتري السكن بتاع النهارده، لان بصراحه ابطال السكن النهارده شكله جامد قوي. اي نعم ما عرفناش يا ابطال نجيبه مجانا، ولكن زي ما انتم شايفين يا سلام والله جامد قوي خيالي جدا. للاسف يا ابطال كان نفسي اجيبه مجانا، ولكن شكله بصراحه هو جامد قوي. واتمنى يا ابطال تكون عجبتكم حلقه النهارده وبس كده. طب الفيديو ده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده يا بي جيمنج ابطال الجيمنج، سلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك. ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه يلا ولا